باش نحكيو على الاختصاصات الموجوده في الياشو سبيتا. وانتوما كيما الكبسول معناتها مقسمين الياشو والسبيتا وحده. دونك باش نبداو نحكيو على السيونس فوندامونتال في الياشو سوس. احنا نبداو اول حاجه في سوس عنا اجازه تطبيقيه والاجازه الاساسيه. نبداو بالاجازه الاساسيه اللي هي في اختصاص التصرف. مي. اختصاص التصرف في البروميير اني والدوزيام اني نبداو ترون كومان. في التروزيام اني عنا لي سبيسياليتي اللي هما الكونتابيليتي، ماناجمنت، فينانس، ماركتينغ، اكسيتيرا. دونك هذوما الاختصاصات الموجوده عندنا حاليا. بالنسبه للاجازه الاساسيه ولا يختار اجازه اساسيه بالنسبه للاجازه الاساسيه والاجازه التطبيقيه، فما فرق ذاك 6 شهور في دوزيام سيمستر الاس 2 نتاع تروزيام اني. الاجازه التطبيقيه ليتوديون اللي اوبليجي دو فير ان ستاج. بار كونتر احنا في الاجازه الاساسيه صحيح هو اللي اوبليجي، مي احنا اجتهدنا وخلينا الستاج اوبليغاتوار لي ستوديون تاعنا الكل. الاجازه الاساسيه صحيح يعمل ميموار ويعمل ماغري فوندامونتال فوالا، مي بالنسبه للاجازه الاساسيه حطيناهم يعملوا دي ستاج اوبليغاتوار. عندنا ستاج في الصيف اوبليغاتوار هذاك بالنسبه لاولادنا باش نعرفوا شويه بالانفيرونمون دو ترافاي، بالانفيرونمون ايكونوميك، باش يعرفوا كيفاش يصير في البروفيسيونيل. دونك في الاطار التعاملات اليوميه مع معظمه في الشركه مع دونك لي ستاج يكونوا مع لي بارتنير نتاعنا بيان ايفيدامون. لي ستوديون سي اون اكسبيريونس بور او، هذه تجربه قبل ما يدخلوا الميدان الشغل. بالنسبه للاجازه الاساسيه ليتوديون ينجم يكمل كسوسوا في الماستر بروفيسيونيل ولا الماستر ريشيرش. بيان سور فما هي راهو ايسو حتى في الاجازه التطبيقيه، مي الطالب يكون عنده شواء اكثر. اي وذا لو بلوس في الياشو اللي هو معناتها انه يعنيش انه فوندامونتال معناتها كان نظريه او نعملوا معناتها ماستر دو ريشيرش نجمو نعملوا الابليكي. وشني افاقها في السوق؟ فوالا علاش احنا نقولوا الاجازه الاساسيه باغ اكزومبل نقول انا ان فينانس. الفينانس ينجم يكمل ماستر 2 في الانجينيري فينانسيير، ينجم يكمل ماستر 2 في الريسك مارشي في دونك دون سو سونس لا. ينجم يكون اطار في شركه كما ينجم يكون اطار في بنك، كما ينجم يكون هو يبعث المشروع نتاعو ولا احنا هذا اللي نطمحوا له فريمون. اي سوفي با دافوار اون فورماسيون اي نقعد مسمار في حيط كما قال الراجل. دونك لا نعطيه لو بلوس باش ينجم هو يواجه المعركه هي وتحب ولا ما تقعد ويصدم مع السوق يصدم اكزاكتومون ويحل مشروعه وحده ويحل تو سكي افيك لي كونيسونس اون اي تيك اي تو سا. دونك يحل احنا توا لو تريدينغ انا عندي وليدات فريمون اي سون دوي معناها يقول لك مدام انا لا جو مو فوا با في بنك ولا في شركه ولا في مسمار في حيط، لا انا مدام نحب نحل بروجي نتاعي وحدي. شكرا لك مريم حرزله. عايشك صابرين العايدي الكناني باش نحكيو على البيو ميديكال. وي هذا الاختصاص المهم جدا واللي عنده علاقه زاده كيف بالتيران. تو افي لانجينيوري بيوميديكال خاطر لو جيني بيوميديكال فما في معناتها فما تكنيسيان فما ماستر، مي لوريجيناليتي نتاع الفورماسيون اللي تقدمها اسبيتا هي لانجينيوري بيوميديكال معناتها الشهاده الوطنيه لمهندس بيوطبي. المهندس البيوطبي هو باش نلخصها معناها ونسهلها للأولياء والطلبة والتلامذة اللي يسمعوا فينا الكل، هو مهندس اختصاصه يجمع ما بين التقنية الحديثة ويطبقها في مجال الصحة. دونك التكنولوجيا المطبقة في مجال الصحة دونك سي لانجينيوري ولا لي تكنيك دو لانجينيور ابليكي على ميدسين ولا او دومين دو لا سونتي بصفة عامة. دونك البيولوجيا الطب كذا. دونك المهندس البيوطبي بطبيعه هو مهندس دونك يقرا 5 سنوات اذا هو متحصل على شهاده البكالوريا، عامين بريبا وبعد 3 سنين اختصاص هندسه بيوطبيه. ينجم زيد يجيب الليسانس ان نيفو باك بلس 3 او كيفالون
ويدخل معنا في سنة أولى هندسة بيطبية، دونك يقرا عنا 3 سنوات. في الحالات الكل باش يتحصل على شهادة وطنية لمهندس بيطبي، وشهادة هذية تكفل له معناتها اون فورماسيون بلوري ديسيبلينير، معناتها هو ينجم يكون عنده اون دوبل كاسكيت، لا كاسكيت نتاع الانجينيور، عنده الكفاءة التقنية باش يطور باش يصنع باش يحسن معدات. اما المعدات هذية ماهيش كهرباء، دونك كلا نحكيو على الميكانيك، ماهيش اون ماشين الكتريك، دونك كلا نحكيو على حاجه سبيسيفيك هذي. المعدات الموجوده في لي لابوراتوار داناليز ميديكال، ديماجري ميديكال، والا موجوده دون ان ميلو اوسبيتاليي في سبيطارات في لي كلينيك. دونك هو المهندس البيوطبي عنده الكفاءه التقنيه اللي تسمح له باش يخدم على معدات طبيه. وانا ديما كلمه نقولها لو جيني بيوميديكال سي دو سكالبيل او سكانير، معناها كيما تنجم تخدم على سكالبير حاجة باش يشق بها الجراح، كيما تنجم تخدم على ماكينة كبيرة ومتطورة ومعقدة برشا اللي هي سكانير. دونك نجم نعطيو أمثلة للتطبيقات نتاع الهندسة البيوطبية في حياتنا اليومية في الطب وفي الدومين دو لا سانتي. Par exemple, توا depuis 2018 صارت الكلاسمون نتاع لي توب 5 نتاع لي ميور انوفاسيون دون لو دومين بيوميديكال. كيما لامبريسيون 3D باش يصنعوا جلدة للناس اللي تعرضوا لحروق بليغة وعندهم مشاكل في البشرة ولا في الجلدة متاعهم. دونك لامبريسيون 3D سي اون تكنولوجي يقراوها المهندسين البيوطبيين في اسبيتا، عندهم تي بي امبريسيون 3D. دونك هو نهار اللي يولي مهندس بيوطبي نجم يدخل في شركة ويخدم على تطوير التقنية هذه. فما دوتخ تكنيك لا روبوتيك، لا روبوتيك سي ان دومين مهم برشا في الهندسة البيوطبية. فما توا دي روبو يعملوا لا ريابيليتاسيون، معناتها الناس اللي صارت لهم كسور ولا ما نعرفش انا تلات عبد عنده مشكله عضويه، دونك لو روبو هذايا بروتيز يركبها في ساقيه وهو اللي ديفيني بالضبط شنو ما لي موفمون، ما يقعدش الكيني يقول له اعمل هكا وامشي وانزل على ساقك وكل. دونك سي لو روبو كي ديفيني لو موفمون اللي يستحق له البدن اون ديتيكتون دي سينيو مسكولير في العضلات نتاعو. احنا توا عندنا كلوب دو روبوتيك تبارك الله، لي انجينيور لي زيليف انجينيور نتاعنا قاعدين يخدموا على دي روبو، على دي برا مانيبيولاتور، على دي بروتيز، معناتها ديجا من الثوازيام اني دونك لا بروميير اني سيكل انجينيور يبداو يخدموا ان ابرونتيساج بار بروجي. فما دي اكسبير يجيو يقريوهم، ناس عندهم شركاتهم تخدم في الدومين هذايا لي ستاج دو بي اف او، دونك هما ناس دونك مؤهلين باش يخدموا افكتيفمون في الدومين هذايا. فما درون دكتور درون اي فما سمعت بها كي فما والله عندنا يعني دي بروجي اللي هو الدرون بار اكزومبل، لا قدر الله واحد يجي ري كاردياك ولا ما عنده مشكله معناتها تطلب هي الدرون ولا يطلب الدرون السيد اللي بحذا المريض وتجيه درون محمله بالالات والادويه وفيها اكران على ديستانس مع الدكتور اللي يقول لها شنو تنجم تعمل شنو ينجم يعمل. تيلي ميدسين هذه هي اكزاكتومون. نشكرك نبيل، هذه هي خدمه المهندس البيوطبي، ماهيش لا مانتونس. لا مانتونس حاجه بازيك سي سا لانجينيوري بيوميديكال. داير عندي طالب انا نحييه هو قاعد يخدم توا زيد على درون دكتور، درون اورجنتيست، معناها باغ اكزومبل نجم تكون انت تعمل في السكي في اوتور ما نعرفش قداش والاكسي للبلاصه هذيك صعيب برشا، دونك قاعدين يصنعوا في درون ينجم يهز باغ اكزومبل ان كيت دو برومي سكور، تعمل انت لو برومي سكور ولا شكون معاك يعاونك على البرومي سكور لو طون باش يجيوك بيان سور لي سكوريست. احنا جوست نحب نقول مانيش اون اوكان كا باش نعوضوا خدمه الطبيب ولا الكيني، دونك هو المهندس البيوطبي باش يعطي ان سوبور ان سوتيان لخدمه الطبيب. فوالا يوفر له التكنولوجي على ذمته، معناتها يحط له على ذمته التكنولوجيا باش يعاونوا على الدياغنوستيك ولا على المداواه. تخي بيان يعطيكم الصحه. دونك اكتشفنا اليوم معك زوز سبيسياليتي مهمين في الياج هوسبيتال.